انت كبنت وانت كشاب كراجل ترضى ان غيرك يكتب لك وبعاملين زي العرايس الماريونيت اللي ماشيه بتتعامل بحبال ده يمشينا كده عشان توجه كده وعي مجتمعي دلوقتي ما بقاش في وعي مجتمعي وعي جمعي دلوقتي بقى وعي عالمي يعني فاهمكم الحته دي عملوا تجربه وحضروا نفسكم عشان حسن لسه ما سمعش منكم الاجابات عملوا تجربه بنت داخله في عياده طبيب اسنان فالبنت اول ما جت قعدت مكانها بعد ما قعدت مكانها مفيش ثلاث دقايق لقوا صوت جرس بلمبه حمراء كده يرن فكل اللي قاعدين السته يقوموا وبعدين يقعدوا فهي بصت كده ما قالتش معاهم ايه الهوب دول وجرس ايه ده؟ بعدين كمان بالظبط دقيقه ونص قام جاي جرس تاني عامل كله قام هي متردده ويقعد وبعدين طلع منهم واحد دخل الطبيب بعدين دقيقه ونص تاني قامت معاك تقوم وتقعدوا يقوموا يقعدوا السته اللي هي جت لقتهم بيعملوا كده خلاص دخلوا طلعوا وجه ناس تانيه فهيعمل الجرس هي تعمل ايه؟ هي بقى تقوم فاللي جاي بقت هي القدوه ليهم وبيبصوا لها مستغربوا بتعملي كده ليه؟ وقلدوها. اللي بيحصل في العالم دلوقتي قريه صغيره بيحصل في موزمبيق وكوالالمبور والقطب الشمالي والجنوبي احنا بنشوفه وبنعمله وبيبقى وعي جمعي عالمي. بيصدروا لك ايه؟ ان الحب انك لازم تقابل وتعمل. يصدروا بره للبنات في الغرب ايه؟ قال لا لا هو انت لسه بنت عذراء فيرشه لحد ازاي؟ وحاجه مصيبه برد بنتك للدكتور ازاي ان هي ما صاحبتش ولد ولا فقدت عذرها لحد دلوقتي؟ بيصوروا ان احنا لازم يبقى في علاقه وفي حواديت وشات قبل ما امرأة تخطبها كده يعني ازاي مش لازم اعرف وامشي واكلمها واشوفها والكلام ده وسموا جواز المصومات جواز الصالونات القديمه الدقه القديمه واللي متجوزين عن حب اربع سنين وخمس سنين شهر جواز ويقولنا مطلقين. قول يا دكتوره انا في ومش عارفه ايه وانا رحت وطلع حامل العروسه 45 يوم وكانوا بقى لهم خمس سنين مع بعض. يقبى الله. احفظوا يا شباب. يقبى الله الا ان يضع بركه الطاعه في العمل الصالح. فولا انا ماشيه غلط. انا جه شاب بعت لي مره ودايما بقول القصه دي. بعت لي مره اسمع بنات الامر الموضوع ده. بعت لي مره يا دكتوره فلانه وفلانه اخد مين منهم؟ دي مواصفاتها ودي مواصفاتها، شوف دي بعتها لي فتح الشات وجايب لي سكرين. هو جايب لي سكرينه فلانه بعتها له كذا هو مصور سكرينه اللي هي برنت شاشه بتاع السكرين بتاع الشاشه بتاع الكتاب او اللاب اللي كانت قاعده عليه مش الموبايل. فما بتعملي شات على الموبايل على اللاب بيأتي فلانه بتتكلم وده بيتكلم فيه بيبقى ولد صغير كده. فبقول له طيب دي ماريا مين دي فاطمه ومين منى ومين الشاشات اللي مفتوحه؟ الشاشات دول مين؟ كلم كذا واحده في وقت واحد. خش على جروب شباب مدخليني كان في مشكله بيقولوها والبنات بيقولوا مش احنا ما بقيناش واثقين في الشباب واحنا خلاص مش هنعمل مش هنتجوز لان طبعا احنا هم خاينين وبيعملوا وبيسووا وبيشيتوا وبيتكلموا وبيتجوزوا على مراتاتهم لا بيمشوا معاهم اي حاجه. والبنات كده دخلوني الجروب ده. فالشباب دخلوني جروب الشباب، لا ومش كل الشباب كده ومش معنى ان واحد خان واحد عمل يبقى احنا كذا وخناقه كبيره. قاموا جايين مطلعين، دول مطلعين السكرينات ودول مطلعين السكرينات. خيانة للامانه. طب انت واحده انت ماشي بقالك كام سنه يا ابني بقالي ست شهور، كان بقالي سنه ونص. تطلع كلام بينك وبينها ليه؟ يقول لك لا ده انا يمكن ده حالف لي غلط. الحرام دايما ما بيتنالش. والدنيا قد كده بصوا قد كده اهو كوني ظالمه بعمل حاجه ومستخبيه ومتغطيه تبص الايام والليالي وتلاقي ادي فلانه وسمعتها ادي الشاب بتاعها طبعا دلوقتي في يعني على الاقل عندنا فصل من 3 ل 7 دلوقتي اي نشر حاجه بتقول اسم صاحب من 3 ل 7 3 سنين 7 سنين لكن ده غلط اتفضل يا بنات هل كنت يعني انت قصدك انه الناس اللي مثلا بدوا جوازهم في قبل الارتباط ارتبطوا بعدين اتجوزوا مش راح يدوم هذا الاشي؟ معظم الاحوال لو ما كانتش على تقوى من الله ما بيتمش. انا بقول لك اهو في حالات بتنجح لكن قليل اسالني خبره من اللي انا مريت بيها يسمعني ده في الجزئيه دي عشان مهم كتير كتير يقول لك لا ساعة بعد الجواز المشاكل الحقيقية بانت وهم كانوا عايشين ايه؟
وهم اسم الحب بالحاجات الغلط. ظهور حصلت غلط، لكن لو انا اتقيت ربنا فيها، يا بنتي بصي كذا وحصل خلاص، وانا سمعت وعرفت ان مجرد الكلام والكلام ده ربنا ما يباركش في الامر. بارك بيتك وانا ليا ظروف وكذا، وان شاء ربنا عالم نيتي انا هنا. كده انا بعمل ايه؟ بحافظها. اجي البيت بعديها واتكلم ساعه لما ابقى راجل واقول انا قادر ان انا اخد بنت. لكن اشيد امشي موقفها رابط قلبها مشغلها بيا، كل الامور دي قصه. طيب على كده انا بعرف يعني ناس كتير كانوا ارتباط وكملت علاقتهم الزوجيه على طول. تابوا الى الله سبحانه وتعالى من المعصيه، لازم تديها توبه. لو ما لقاش توبه اسمعوا، عشان النقطه دي مهمه. احنا لنا الظاهر اللي بنشوفه، كانوا بيحبوا بعض واتجوزوا وعملوا الغلط اللي عملوه. هما بيحبوا بعض، لا ما مش مجرد كلمها وبتاع وهي قالت وجزء ما عملوش حاجه، لا شيدوا ولا خرجوا ولا لمس ولا الكلام ده، تمام. خلاص مفيش معصيه، لكن حصلت معصيه وحصل اختلاط وحصل شات وحصل وحصل واستغفرنا ربنا سبحانه وتعالى وكملنا، لا شكر لا قبر، لكن ما عملناش. والدنيا ماشيه بيه، استخاف. تخاف، انا بقول لك اهو تخاف ليه؟ لان في امر. طالما انا النهارده حضرت محاضره زي دي وسمعت ده يبقى لازم اقول النقطه دي مهمه.